لم يكن أحد يتخيل أن مواقع الألعاب على شبكة الإنترنت والتي تعتمد على شراء العملات الافتراضية قد تكون أحد الحلقات الهامة في قضايا الاحتيال للاستيلاء على أموال عملاء البنوك. تلك هي الفكرة التي استغلها تشكيل عصابي حتى يصعب على الأجهزة الأمنية تتبع المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها. يقوم أحد عناصر التشكيل بالاتصال العشوائي بعملاء البنوك وإقناع كل حالة بأنه أحد الفائزين في سحب عشوائي قام به البنك، ليبدأ في استدراج الضحية لمعرفة بيانات البطاقات الائتمانية بكامل تفاصيلها تحت زعم تحويل مبلغ الجائزة عليها. مالين رقم اللي جالك؟ 75 50. لحظات معايا، في رسالة جات لك تاني مكتوب تم استلام 10000. خالص الان تم استلام 10000. اطلع منها بقى يا فندم، في واحدة وصلت تاني 5 ارقام. يحدث الأمر بصورة سريعة لإرباك الضحية وعدم إعطائه الفرصة في التفكير، مستغلا انشغاله بفرحة الفوز. يا فندم في رسالة جات تمنها. كام الرقم اللي بيجي على الرسائل كام عند حضرتك؟ بعد ما جالي الباسورد اديته له، طلب مني أنا اديته له. بعد كده قال لي إن هيجي لك مسجات تفعيلية إن البيانات كلها اتفعلت. استنيت معاه على الخط فترة، للأسف ما جاليش حاجة، ده اللي خلاني رجعت لخدمة عمومة البنك. لما رجعت البنك قالوا لي إن أنا اتسرقت. وبمجرد الحصول على البيانات يبدأ في سحب الأرصدة من البطاقات الائتمانية واستخدامها في عمليات شراء عملات رقمية من مواقع الألعاب الشهيرة، توضع في حساباتهم على مواقع الألعاب ويتم طرحها للبيع بعد ذلك بأموال فعلية على مستخدمي هذه المواقع على طريقة غسل الأموال. بعد ذلك يتم سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي. المتهم الأساسي بيبدأ ياخد الأرصدة المستولى عليها من المواطنين، بيخش على مواقع الجيمينج المنتشر على صفحات الإنترنت ويبدأ يعمل عمليات شراء من الفيزا بتاعت المجني عليه بالرصيد اللي موجود كله، سواء عنده مثلا 1000 او 2000 لحد 150 او 200 الف جنيه، وبعد كده بياخد الفلوس من مشترين النقاط دي يحولها على خدمه الفون كاش وبيتم صرفها من ماكينات الصراف الآلي. برغم تعقيدات تلك القضيه والتحويلات التي يقوم بها عناصر التشكيل لصعوبه تتبعهم، الا ان الاجهزه الامنيه وما لديها من تقنيات حديثه واحترافيه كبيره في التعامل مع الجرائم المستحدثه كانت لهم بالمرصاد، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر التشكيل 5 بعد تتبع الاتصالات وحركة الأرصدة باستخدام التقنيات الحديثة. سقط هذا التشكيل العصابي رغم ما اتخذه من إجراءات الحذر حتى لا يقع في قبضة الأمن، واعترف عناصره بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم العديد من وقائع النصب على عملاء البنوك بقيمة تتجاوز 2 مليون جنيه، وأضافوا بقيامهم شراء عقار وقطعة أرض من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك. تم التحفظ عليهم جميعا. بيتكلم أرقام عشوائية، وكان بيقول لهم ان انتوا كسبتوا فلوس، والناس عادي كان بتدي له اخر 4 ارقام من الفيزا ويقول لهم انا موظف في بنك، ويقول لهم اديني مبروك كسبتوا معانا نقط وادوني اخر 4 ارقام في الفيزا بتاعتكم. مجهود كبير تبذله اجهزه وزاره الداخليه لضبط التشكيلات العصابيه التي تحتال لسرقه حسابات عملاء البنوك، ترجم واقعيا الى سقوط عناصر تلك التشكيلات سريعا في قبضتها رغم صعوبة هذا النوع من القضايا وتنوع أساليب الاحتيال. ويبقى على عملاء البنوك الحذر وعدم مشاركة حساباتهم مع أحد.